الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تعالى يحب الإحسان، الإحسان لمن أحسن إليك، والإحسان لمن أساء إليك. والإحسان لمن أساء إليك مرتبته أعلى من الإحسان لمن أحسن إليك، لأن الإحسان لمن أساء إليك فيه ثواب الإحسان، وفيه ثواب كسر النفس ابتغاء مرضات الله تعالى، وفيه العفو. قال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإن أحسنت لأحد فليكن هذا في طي الكتمان، أنت تحسن إليه لأن الله يحب الإحسان، لأن الله يحب هذا. وانتبه من أن تمنن هذا الرجل الذي أحسنت إليه بقصد تصغيره، في حال أنك طلبت منه شيئا فلم يعطك، فلا تقل له: ولو شو نسيت، لما أنا أنت كنت فقير وأنا ناولتك وساعدتك، لما كنت أنت محتاجا طلبت مني مساعدة وأنا ساعدتك نسيت، بطلب منك غيرك ما بتعطيني. والمقصود تصغير هذا الإنسان، راح الثواب وعليك معصية، ذهب ثواب الصدقة التي تصدقت بها عليه ووقعت في ذنب، وهو المن بالصدقة. قال عز وجل في كتابه العزيز: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. المن بالصدقة يذهب ثواب الصدقة. تذكرت الآن شغلة خبروني إياها، إما هي قصة واقعية أو شخص على سبيل النكتة يعني حكي لي إياها، الله أعلم، إنما فيها عبرة، فيها مغزى، فيها عبرة. وهي أن رجل فقير قال له شخص صديق له، قال له: شايفك صباطك مهري باين. قال له: بصراحة يعني ما معي اشتري غيره. قال له: وينك؟ أنا لح عيرك صباط، عندي صباط جديد لح عيرك إيه؟ ولا يهمك. فعاروا صباط، بقى هني وماشي وياه وماشيين يعني مع بعض الأشخاص، كل شوي يقول له: وينك؟ انتبه انتبه على الجورة ما تدعس فيها، انتبه انتبه الحجر ما تشوطه بإجرك، بعيد عنه. قال له: هديك شو القصة؟ قال له: عايرني صباطه كل شوي بلي اوعى الحجر ما تشوطه، اوعى الحفرة ما تقع فيها، وانتبه وامشي شوي شوي وكذا. قال لي: بعد حدا ما معه خبر؟ صار كلهم معه خبر انه عايرني صباطه. قال له: رجع له اياه، رجع له اياه، انا بعيرك صباط، شو بدك بقى؟ خلص رجع له اياه. قام رجع له اياه، قال له: وينك؟ هذا صباط، لبسه شوف شو حلو. لبسه ماشيين، كل شوي يقول له: وينك؟ شايف هالجورة؟ دعاس فيها ولا يهمك. كل بيرجع بيمشي، شايف هالحجرة؟ لك شوطها بإجرك ولا يهمك. يعني النتيجة كمان بدو يعرفوا الحاضرين انه عاير صباطه، بس غير شو؟ غير شوي بالهدف. فإن أحسنت أخي المسلم إلى شخص ما تذكره كل شوي والتاني كيف شو؟ عجبك هالبدلة اللي عرتك إياها، اللي عطيتك إياها، شو طمني، شو مبسوط فيهم هالي عطيتك إياهم، مبسوط فيهم هالي، مبسوط بالصباط عطيتك إياها، حلو ما هكذا. كل شوي بتذكروا فيها لأخي، خلاص أنت اعمل خير لله تعالى، وبعدين فكر بشي تاني. خلي هذه الصدقة سر بينك وبين هذا الشخص ولا تنشر ذلك. سبحان الله، صدقة السر تقي مصارع السوء. كن أخي المسلم من الذين يتصدقون بالكتمان ويحسنون إلى الناس ويحتسبون الأجر عند الله تعالى. وانتبه من المن بالصدقة اللي هي تذهب ثواب الصدقة وتوقع هذا الشخص في المعصية. والمن بالصدقة هي كأن تقول لشخص: أنت أحسنت إليه، أعطيته مالا، ساعدته لما كان فقيرا أو محتاجا بقصد تصغيره. تذكر لما أنا أعطيتك كذا وكذا، لما أنا أحسنت إليك، لما كنت فقير وساعدتك،
ما بتتذكر؟ تذكر. وذلك لكي تصغره، تقلل من شأنه بقصد إيذائه. هذا حرام، هذا يسمى المن بالصدقة، ويذهب الثواب ويوقع في المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا فعل الخيرات ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأن يبعدنا عن المن بالصدقة، وأن يبعدنا عن المعصية، إنه سميع مجيب الدعاء. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.